انا اسمي انس مختار. طبعا انا كنت من صغري بعزف اكورديون لحد ما وصلت للكليه. طبعا بعد ما خلصت الكليه المفروض لا اعرف صنعه ولا اعرف اي حاجه، ما اعرفش اي حاجه غير الغنى وغير الاورج وغير العزف. جيت ظبطت البدل وظبطت البوستر وظبطت كل حاجه، كنت عندي 20 سنه لسه. طبعا جو كله طبعا ان الواحد يمشي فيه طبعا حريم نساء شهره كل حاجه، فلوس فلوس زي ما تقول قول كل حاجه. فطبعا جيت قعدت مع نفسي قلت يعني هو انا اروح الفرح هجيب فلوس؟ الفلوس اللي هجيبها دي حرام، الاكل اللي هاكله حرام، اللي هجوز حرام، الشقه حرام، كل اللي انا بصرفه فلوس حرام. قلت والله ما انا ماشي في الموضوع ده. طبعا قعدت طبعا ناس تقول لي اطلع، ناس تقول لي يا فاشل، ناس تقول لي يا عاطل، انا مش معايا صنعه مش معايا فلوس مش معايا اي حاجه خالص. طلعت طبعا راس البر مسحت عربيات، بان الناس اللي كانت المضربين عدوا عليا كانوا بيعدوا عليا يشوفوني، ناس اعرفهم كانت بتعدي تشوفني. طب ليه كده؟ غسلت عربيات، سرحت في شغلانه في راس البر اسمها الزبادي، بتشيل زبادي، بتلف على الشقق والعشش تبيع زبادي، كانت رزق جميل جدا ما شاء الله، احلى شغلانه اشتغلتها. الناس قالت لي طب اطلع غني وصلي الفروض في وقتها. جيت اطبق الكلام ده، تفكيري بقى ايه؟ هبدا بالاغنيه ايه؟ هختم بايه؟ يا ترى الناس اللي قدامي تبقى شكلها عامله ازاي؟ ادي لهم ايه؟ من يومها قلت ما عدتش مكمل في الغنى. من ترك شيئا لله عوضه الله، نعم ربنا مغرقاني دلوقتي من ساس الراس. قلت لوالدي جبت لي العروسه، قال لي ماشي تعالى في منتقبه وعارفه ربنا وناس طيبين. قلت له والله، قال لي والله، والله ما اعرف هم مين. خدني ورحت البيت، انا داخل على سدين، دخلت شفت النظره الشرعيه الحمد لله، قعدت وبعد كده عملت استخاره توكلت على الله رحت وفقت. بعد ما دخلت عشان الدين ظهر لي ايه بقى؟ اسمع، طلعت معاها بكالوريوس انجليزي وعايزه تتوظف وانا ما اعرفش، طلعت اكبر عيله في الدقهليه، طلعت ما شاء الله جميله، طلعت ما شاء الله ذات خلق. شفت الدين جاب لي ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الدين جاب لي كل الناس كانت بتقول لي عليه، قلت لها ما شاء الله عيله كل حاجه برضه متوفره. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا آيما إلا زوجته، ولا آيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللي قدامكم ده طبعا يعني بصرف النظر بقى عن اللحية وعن الواحد مليان وكده، كنت زمان بقى ستايل وروش ومش عارف ايه، واول ما اشتغلت في فندق الجامعه، في فندق رمادا، من وانا عندي 18 سنه تقريبا، من 10 سنين فاتوا كنت بقبض حوالي 2500 تقريبا في الشهر. بيجي لنا سياح من جميع الدول العربيه، مطلوب منك مقابل فلوس انك بتاخدها انك ترقصهم وتبسطهم وتعمل كل اللي هم عايزينه. المهم ففوجئت ان انا بتقدم لمسابقه مشهوره جدا، ستار اكاديمي، طبعا انتوا عارفين ستار اكاديمي طبعا يعني. والمهم من وسط 3000 واحد قال لك احنا هنختار اكتر 30 واحد اتراكتيف يعني جذاب وتحس ان هو كده سوبر ستار يعني وصوته حلو. فالمهم كان للاسف الشديد اخوكم ابو بلال من ال 30 واحد دول اللي سافروا من لبنان. وتوصل بقى طبعا انت شايف الدنيا من بره لسه ما شفتهاش من جوه عامله ازاي. بمجرد وصولنا هناك يلا اتفضلوا، اول اختبار هنكشف على البنات فيرجن ولا لا. طبعا انا صدمت، الحمد لله رب العالمين الفطره اللي كانت عند الواحد خلته يرفض هذا الكلام في الاخر. وقفت مره كده فقال لي خش ارقص مع واحده لبنانيه. والله يا اخواني كانت لابسه يعني قسما بالله لبس انا هتكسف البسه، انا الراجل والله هتكسف البسه تمام. فالمولى عز وجل يعني الهمني ان انا اقول له لا انا مش داخل. قال لي ازاي؟ ده فقره اجباريه انك تدخل وترقص وتورينا مهارتك كمان.
فهي جت قربت مني ومالك في ايه تقبرني ومش تقبرني؟ قلت لها انت هتقبروني، هتيجي معايا انت في القبر تقبرني ايه وبتاع، انا ما الكلام ده سبحان الله هي تقبرني ولازم نرقص ولازم نتبسط؟ لا ولا ولا تقبروني ولا اقبرك، كل واحد يخش قبره لوحده. طبعا انا يعني كل اصحابي اللي هناك قلسوا عليا تقليس، يعني مش عايز اقول لكم يعني في ايه يا عم انت جاي تستشيخ هنا في ستار اكاديمي في لبنان، ده مصنع الحب هنا يا عم الحاج. لحد ما مره واحد من الاحباب زارني، يعني كان اول مره يزورنا في البيت، قال لي يا اخي تعال جرب معانا يعني يوم بس كده نطلع في المسجد مع بعض نشوف الوضع ايه، نقعد نتكلم ونتبسط ومش عارف. فالمهم فوجئت وانا واقف كده مع الاحباب، لقيت ايه جت الصلاه خش امام، مش نظام بقى ايه، هم يظهر كلهم متفقين عليا وعارفين ان انا كنت مطرب، فلقيت كله بيزق فيها مره واحده. فببص لقيت نفسي قدام المايك بفضل الله عز وجل، طلعت وقرات ومن هنا بقى كانت الحمد لله رب العالمين. هنا الروح تسري والملائك حولنا، طاغ المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.